نرجع للكابتن فاروق والادعاء، ما يخص الاهلي بقى والحكام، ايه القضيه؟ والكابتن فاروق كان بيلعب سنه 83. سنه 83 الاهلي خد لقب افريقيا ابطال الدوري 82 مع كوتوكو، البطوله اللي بعديها بيلعب مع كوتوكو. اتعادل الاهلي مع كوتوكو في القاهره 0-0، يعني مباراه كوماسي متكهربا. الحكم الجزائري محمد حنظل. حنظل بيحتسب هدف لكوتوكو، الراجل الاوفسايد بفدان. هتشوفوا دلوقتي من يمكن من المرات النادره جدا اللي الناس تشوف هذا الهدف. هدف غريب جدا، وهتشوفوا اعتراف وانا قلت لكم ان احنا مش بس بتشوفوا بالصوره، لا هتشوفوا اعترافات شخصيه. ادي الهدف، بصوا الاوفسايد. بصوا الاوفسايد في هدف كوتوكو. 1-0 خد بيه البطوله اهي من اولها. يمكن التصوير بدائي شويه، انتوا بتتكلموا سنه 83 اهي. بص الباص بيتعمل اهو، فين الراجل؟ بصوا الراجل، بصوا الراجل فين؟ ده اللي سجل هدف. عشان سجل اباصه بقى يعني. هو راح جاب جون، هو كمل كمل وراح جايب جون. الناس كلها اندهشت واستغربت ازاي ده يتحسب. هو لعبها بالعرض والتاني في سايد برضه. انت بتتكلم في كل اللي حصل ده لغايه لما زميلنا العزيز على الحكم الجزائري اللي لغى هذا الحامل الرايه بتاعه في البطولات كانت 83. الحكم محمد حنظل الجزائري، الحامل الرايه اللي معاه رشيد مجيبه. رشيد مجيبه الاهلي رايح يلاعب النجم الساحلي في سوسه 2015 في الكونفدراليه. فاخونا عبد المنعم القسطى كان موفد مجله الاهلي للمباراه. لقى رشيد مجيبه هو المنسق بتاع المباراه اللي كان حامل الرايه في 83. فبيقول له ده انا حكمت مباريات كتيره للاهلي. قال له طب ايه؟ قال له انا كنت حامل الرايه في مباراه كوتوكو بتاعه 83 مع حنظل. فطبعا بحس الصحفي انت لقيت كنز. قال له طيب في مصر ما زالت حتى الان مستغربين ازاي الجون ده اتحسب؟ قال له طب ما انا رافع الرايه. قال له ازاي؟ قال له انا رافع الرايه وحنظل قال لي نزل الرايه وصمم عليها. فوقتها القانون راي حمل الرايه استشاري. استشاري كان وقتها استشاري. يقول له نزل ينزل. القانون بعد كده اتغير بقى راي حمل الرايه الزامي في مراقبه الخطوط. ادي بطوله هي ما راحت عليها. بشكل واضح يقول له انا استغربت. حنظل صمم نزل الرايه وكمل. وحتى نشرنا وقتها في 2015 بالصدفه مفاجاه مذهله بعد مرور 32 عاما. حكم جزائري يكشف سر خساره الاهلي في نهائي افريقيا 83 امام كوتوكو زي ما حضراتكم شايفين.